学员们，这个
初次讲，如果说哪里讲的什么 Alhamdulillah الذي نمح الأعلام أصاب وإذا سأله أعطاه حجب لواحد الأعلم في الدنيا فلا عين تراه الذي أعد الجنة لمن تراه وأعد نارا لما أعصاه وخلق لدارين خلقا وهم في أسلام آبائهم فلا نغير لما خلقه وإمضاه ما توكل عليه كفاه وما فوض أمره إليه تبره وحداه أحمده سبحانه وتعالى في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تنزه عن كل ما سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام دائمين متداومين إلى يوم لقائه والسلام تسليما كثيرا أيها الناس ابن آدم لا تقتنع بما ترى فلا أمر ما أسرع ما أسرع منتهى وتهر ما دام لأحد بقاء والدنيا ما نال أحد منها مناه فمن لك خسلان عند الصلاة في أوقاتها أما تخشى الله أما سمعت في الخبر عن سيد البشر أنه قال ما بين المسلم ما بين المسلم والكافر إلا ترك الصلاة تارك الصلاة إذا خطب فناتكم